بيبلغوني ان زميلنا كريم احمد جاهز بارض الملعب ولقاءات مهمه. اتفضل يا كريم. يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، كالعاده تغطيتنا الخاصه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي لفعاليات البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال. اكيد طبعا يمكن زي ما بنقول كل يوم بيجي بعض الاشادات والاشادات الكبيره جدا من كل السفراء والوفود والبعثات المشاركه في هذه البطوله، ابتداء طبعا من تنظيم البطوله بجانب كمان المستوى الفني الرائع لكافه الفرق المشاركه. نعلم جيدا ان في بعض الفرق طبعا يعني في مستوى متوسط نقدر نقول، لكن غدا راحه، بعد الغد نقدر نقول البدايه القوية للبطولة الأفريقية لوصول كافة الفرق طبعا المصرية وأيضا الفرق القوية جدا في هذه البطولة. كان منذ لحظات يا كابتن هيثم مباراة طلائع الجيش، وأيضا كمان كانت فريق ثابت الكاميروني كانت مباراة أكثر من رائعة زي ما احنا عارفين. شفنا مباراة 3-1 طبعا انتهت بفوز نادي طلائع الجيش، لكن زي ما بنقول المباريات القادمة يوم بعد يوم تسخن البطولة وتدخل في أجواء البطولة. في هذه اللحظات كمان فريق نادي سموحة وأيضا أهلي بني غازي مباراة قوية جدا زي ما احنا شايفين طبعا في خلفية الكاميرا. المباراة يمكن ساخنة جدا زي ما احنا بنشوف نقطة بنقطة. فريق نادي طبعا فريق الاهلي الليبي فاز بشوط، ايضا فريق نادي سموحة فاز بشوط، الشوط الثاني لسه حتى هذه اللحظة لم يحسم اي من الفريقين. فزي ما بنقول المباراة في هذه الايام وبعد غد ان شاء الله هتكون هي فعلا الانطلاقة القوية للبطولة. كمان احنا طبعا في انتظار نهاية هذه المباراة وانطلاقا طبعا من مباراة النادي الاهلي واف سي اسبور طبعا البطل طبعا الكونغو. المباراة ايضا هتكون قوية بالنسبة للنادي الاهلي. يمكن كابتن محمد مصلحي او كابتن ميدو عنده باد لك او عنده سوء توفيق طبعا شويه باصابه 2 لاعبين مميزين جدا في مركز 4، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين المتواجدين في قائمه المباريات. لكن ان شاء الله باذن الله عارفين ان ثقافه النادي الاهلي ودي اللي موجوده يا كابتن هيثم طبعا هو الفوز والحصول على اللقب مهما كانت الظروف وايضا كمان مهما كان المنافس، وده اللي الحقيقه شايفينه في كل لاعبي النادي الاهلي مع الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني. ان شاء الله يصل فريقين مصريين الى المباراه النهائيه ويتوج فريق النادي الاهلي ببطوله الافريقيه للموسم الثاني على التوالي كما فاز فيه تونس بهذه البطوله. اكيد هنكون مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، ويبقى لينا ايضا كمان بعض اللقاءات للمدير التنفيذي للاتحاد المصري الكابتن رؤوف عبد القادر، عدد من اللقاءات ان شاء الله يكون خلال الفتره القادمه قبل انطلاق مباراه النادي الاهلي واف سي اسبور. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي.